أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن
يتزكى فإنما يتزكى لنفسه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما يستطيع
تستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ودى ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع إن أنت إلا نذير وما أنت بمسمع ما في القبور إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم
ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وغرابي بسود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وغرابي بسود
إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
يرجون تجارة لن تبور
مقتصد ومنكم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ و
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب من لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا أحلنا.